جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة من الباحة: هل أذكار الصباح والمساء إذا نسيها الإنسان أو انشغل عنها وأتى بها حين قام بتذكرها، مثلا أذكار المساء، هل يذكرها قبل نومه أو بعد صلاة العشاء؟ وما هو الوقت المحدد لأذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح تقال بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر، وأذكار المساء تقال عند قبل غروب الشمس في آخر النهار أو بعد صلاة المغرب. نعم. إذا تأخر الإنسان يقولها بعد صلاة المغرب، والأحسن أن يقولها قبل مغيب الشمس. إذا فات وقتها فإنها لا تقضى، ولكن يذكر الله عز وجل من الأذكار المطلقة، لأنه مطلوب من الإنسان أن يذكر الله ويكثر من ذكر الله في غير الصباح والمساء. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. المسلم يذكر الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يكثر الإنسان من ذكر الله ولا يغفل عن ذكر الله في كل وقت. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.